الراديو 90-90 هواها مصر. ونورتنا في الاستوديو النجمة الشابة الجميلة سارة سلامة. منورة نور بالقوي بقى. نور جدا جدا. ازيك يا سارة؟ تمام. ايه الاخبار؟ تمام. صاحيين بدري احنا النهارده. اه قوي على غير العاده شكلها كده. فترة بتصحى بدري عشان تروح الجيم بعد ما خلصتي بقى تصوير وكل حاجه؟ اه اليومين دول بصحى بدري فعلا. حلو. كام بقى بتاعك البدري ده اللي هو 9؟ يعني ده ميعاد المحاضرة بتاعي يعني 100 100. اه ما قلقاني ليه منك انت؟ خليني مش عارفه ابقى شريره يعني. مش عارفه اسالك سؤالين جد فيها سارة. انت وكتر ما انت مقلقاني. لا بقالك كتير ما طلعتيش في برامج. اه بقالك قد ايه؟ بقالي 4 شهور او 3 شهور كده ما فيش اي حاجه. انت بس في دلوقتي حاجه الفيلم بقى يعني بدايه الكلام كده. مبروك على الفيلم ولسه هنشوف يعني البوستر بس بدا ينزل او الافيش. هو اسمه كنغر حبنا ولا كنغر حبنا يعني هنقوله ازاي؟ انتوا عايزين الممثل عايزين نقوله ازاي؟ كنغر حبنا. ايه ليه هو كنغر ده مفروض اللي هو يعني دي العلاقه اللي بتخلينا نحب بعض. يعني كنغر ده هو اللي بيخلينا هيبقى السبب في جوه احداث الفيلم. يعني انت دكتور المفروض. ان انا فهمته يعني من الفيلم ان انت دكتور وبتقابلي رامز وبتهتمي بالكنغاروز الصغننين وبتاع. فبتبداوا بقى قصه بيبقى في بالظبط. فهو كنغر ده هو السبب في ان بيخلينا نحب بعض يعني. طب انت كم حد رفض الدور قبلك اللي احنا سمعناه ده حقيقي ولا لا؟ لا انا ما سمعتش ده بصراحه. انت كنت اول واحده تعرض عليه؟ واول ما تعرض عليكي قلتي ما خفتيش من رامز جلال؟ لا خالص. انا خايفه طبعا من مقالب رهيب بشع. هو 24 ساعه يعني. عملوا فيكي ايه في العين السخنه؟ يعني في مسدس كده كان مع رامز طلع فجاه. مسدس ايه صوت يعني؟ كنا قاعدين في كرفان. لا ما مش عارفه يعني غالبا مسدس حقيقي يعني. فاحنا بناكل عادي جدا يا جماعه واحنا قاعدين جوه الكرفان بناكل مع بعض. اللي هو حاجه ضيقه جدا يعني مش حاجه. مكان ضيق ما ينفعش يعني يحصل فيه كده. لقيت بقى فيه صوت طلقات بجد. مش عارفه ازاي يعني مش عارفه. طبعا كلنا بقى طبعا اتخضينا يعني. كنا قاعدين كل كاست. طب هو ما حدش بيزعق له خالص؟ لا مخرج لا منتج مش حد بيقوله يا ابني عيب كده يا حبيبي؟ لا 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 بس لا. هي دي طبيعته يعني. حتى لو زعقتي بيكمل برضو يعني. بيبقى مبسوط لو انت قفشتي. استمتع بالحكايه. يعني كنت ممكن تيجي تاني يوم قفشة عليه ومتعصبة ومتعفرطة وعادي. هو رامز بصراحة برضو ما ينفعش تقفشي يعني. تحسي ان هو يعني هتقفشي يوم اوكي بس هتيجي بعد كده خلاص. لان هتفكي. هو 24 ساعة تهريج ما عندوش. هو هايبر قوي. قبل الفيلم اصلا يعني اتقابلتوا قبل كده مع بعض او حاجة زي كده ولا الشغل اول حاجة هي جمعتكم مع بعض؟ لا اتقابلنا قبل كده. اتقابلنا مرة في مكان كده وبعدين بعديها على طول عملت الحلقة معايا بعت المقالب دي وبعدين بقى بعدين الفيلم. مش هنسألك السؤال التقليدي في المقالب كنت عارفه ولا لا عشان ده دايما لا. في اي برنامج مقالب لا والله ما كنت اعرف. والله ما كنت اعرف. صدقه حتى لو ما كنتيش تعرفي يا ساره بعديها امنتي له انك تروحي له تاني؟ انا يعني امنتي انك تشتغلي معاه؟ موضوع الفيلم يبقى مقلب بس لا كنت قلقانه جدا طبعا. باباكي ما قالكيش لا؟ الفنان احمد سلامه ما قالكيش لا؟ انه بابا كان عنده اعتراض جامد على البرنامج على انت ما تروحيش اصلا دبي. انت ازاي اساسا كنتي وافقتي تعملي كده؟ وافقتي ان هتتذاع او حاجه زي كده. فبس لكن هو بصراحه انا ما عنديش خلفيه. لكن كل الحاجه في المقلب ده حصل بجد يعني. كل حاجه بجد. هي كمان مش باينه يعني. هو الكاميرا اللي في جوه الطياره دي. لا وانت هاديه قوي. انت برج ايه؟ انا القوس. تاخدي كل حاجه لجوه. يعني عارفه لو يجي لك ضغط وسكر برضه انا لجوه. انا مش هقول لكم حاجه. انت عندك كام اخت واخ يا ساره؟ عندي اخت واخ. اخت اكبر ولا اصغر؟ كبار. اكبر مني. انت الصغيره. انت اللي مجننه باباكي. طب وبتقفي بقى وانا هعمل شخصيه وانا رايي وانا بقيت ست كسيبه ومش فارق معايا حاجه وبتاع؟ بابا حاسس دلوقتي ان انا مش على فكره يعني مش هيفرق معايا. ممكن اسيب لك البيت وامشي واقعد لوحدي فخليه معايا. تمام. مش عارف يمسكني منين فاهمه. ايوه لا تعالى معايا في طريقي ايه ما هبيعكم كلكم. طب ما بيزعقش بقى ويعاقب وكده؟ لا بيزعق طبعا يعني. كل حاجه لازم يبقى عليها ليه عملتي كده؟ لو هو حاجه مش عارفها يعني. وساره بتسمع الكلام ولا بيتعاند؟ لا بسمع الكلام بس مش الرد التقليدي اللي هو انتوا جيلكوا اصلا مش فاهمنا. انتوا مش فاهمنا ولازم تطلعي تعملي حركتين. دايما بقعد اقول لماما انت قديمه قوي. ليه قديمه كده؟ مع ان دي اللي بتحوشك عنه يعني. يعني دي اللي بتحوش في النص لما تقولي اي حاجه. لا انت قديمه قوي ليه كده يعني. فكره ما كانش قصدي كده. المجتمع هو اللي بيفهم غلط. بتضايق من ده قوي يعني. ايه قديمه يعني فاهمه؟ فاكره انت طيب اي موقف زمان مثلا يعني في المدرسه في الدراسه حصل مثلا بابا بقى زعق جدا
كان في مشكلة كبيرة؟ لا انا كنت يعني حاجة طارت من الشقة فيك اي حاجة كده ضربة حصل ما كنتش بتضربي وانت صغيرة يا سارة؟ لا والله خالص لا لا ما حصلش ده. طب كنت شاطرة في المدرسة ولا خايبة؟ لا كنت شاطرة انا بالي اصلا متخرجة معهد بالي واعلام حتى اعلام وبس كنت عايز تبقي ممثله مش عايز تبقي مذيعه انا بحب الاذاعه ده من حظنا عشان دي فرصه انا بحب الاذاعه كان نفسي ادرسه يعني كان نفسي ادرسه بس وراديو كمان مش تلفزيون في الاعلام يعني كل الاذاعه عامه يعني اي ميجر بتاعها اذاعه وتلفزيون فبس يعني كنت حابه ان انا ادرسه بس دلوقتي مش حاطه في دماغي ان انا انت طبعا انا بحب التمثيل يا ماما انا هزر زعيكي وكلام فاضي هنرجع نتكلم اكتر سالنا صارت اسمعي ايه قلت لك اي حاجه عمرو دياب بعد شويه ايه لعمرو دياب قلت لك اي حاجه ايه صعبانيات هرجع اسالك ليه انا مش اناني يعني بصي مفيش حد بيحب اغنيه غير لما تكون ليها معاه موقف معين ذكرى معينه قصه واقعيه غالبا يا سالي هنعرف كمان شويه عايزه اسمع منك اكتر الشر هيبتدي يا ساره النبي يا سالي انا وسالي فتحت مش هقفل بالراحه يا سرسور بصي اعمل اسئله نص نص هنسالك كمان شويه كمان عن النجم محمد فؤاد وشويه حاجات برضو على السيشن اللي كان عامل دوشه كده بعتوا اسئلتكم على 199 بالاس ام اس او كلمونا على 218 10 احنا في الحنين اهو 218 10 8 6 ستيل هاشتاج افصل اندرسكور واسمع افصل واسمع مع كوكا كولا لسه مكملين معاك سيدي عبد السلام فادي ابراهيم وكمان ساره سلامه ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو ويعني هتعمل لنا مذيعه بقى هدوء ايه يعني هل انت مسلمة اه يا جماعه مش زي ما بتقولوا عليها يعني احنا مش مصدقين ده بقى خالص تقريبا جايه تتدرب على دور جديد بتعمله يعني هنشوف ايوه عامله مؤدبه عامله هاديه ماشي معانا هبه على التليفون يا هبه مساء الفل مساء النور يا سيدي ازيك يا هبه مساء الفل يا هبه أنا سالي عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ عايز تسألي سارة إيه؟ بصراحة شكراً ليه كده؟ كانت معانا هبة هبة يا هبة من الكونغو التليفون قطع أنا برضو عمل معايا كده تليفونين من قبل هبة طب نعمل إيه طيب؟ مشكلة عندك مش عارفة فيه بس مش أنا خدت التليفون ده عين جت في التليفون خلاص مش مهم غلط ما جتش في الضيفه الضيفه جرى حاجه السؤال مش يعني بس هنسلم عليك يا هبه ورجعي كلمينا مره ثانيه انا مش اناني ليه انا مش اناني يعني عايزه تقوليها لمين ان انت فضلتي مستنيه حد ومستنياه وفي الاخر انا بقى بقيت مع حد يعني حرام عليك ما تضيعليش عمري يعني بالظبط يعني مش قادره اقول تفاصيل بس انا بحب الاغنيه دي جدا اه بالظبط الاغنيه حلوه لان انا من طبعي كده يعني طب عشتي حاجه من دول حاجه من ايه من الكلمات دي انه فضلتي مستنيه وحاطه امل وهنبقى مع بعض واحنا كويسين انا بسال على بعض انا بدي فرص كمان كتير يعني ممكن ده اللي جايبك ورا خليكي بقى فانا مش انانيه بقى خلاص نصحناك طب سارة سلامة في حد سابها قبل كده هو اللي مشي مش انت اللي مشيتي لا يعني انا لما ببدي الفرص دي كذا مره خلاص بجيب اخري عمرك ما حد خانك مثلا سيبك خلاص هو لا طب اديتي فرصه في خيانه بس بسيطه يعني مش الخيانه لا انه خروجه بتاع دي مش خيانه بشعه يعني اللي هو اتصدم منها بس قفشته بس خلاص بقى المسج يعني تعتبر خيانه لو بعت مسج لواحده ثانيه يقول لها كلام طالما انا خبيت عليكي في حاجه يبقى انا في حاجه غلط انت معايا برافو بس ليه يعني ليه اخبي طب ايه الاكشن بتاعك يا ساره يعني بتعملي ايه ما بعملش حاجه بنسحب تبعدي ما بعتبش اساسا لان معنى ان انا اعتبت اللي هو مهم في حياتي ما تديش فرصه في الخيانه لا خلاص ما تديش فرص ابدا طالما الخيانه خلاص خلصت اصل اللي يعمل مره كده يعملها تاني مره تالت مره عادي بقى وانت بقى المفروض انت تسامحي ومفيش مشكله الله ما هي كده دايما المجتمع يقول لك كده ما هو أنا لازم قلبك يبقى كبير هو قلبك ابيض انا اوريدي يعني بتبقي مسامحه اصلا في الاول فاهمه هتسامحي تاني طيب تسامحي طول عمرك انا سامح بس بقى ايه بقى يعني ساره ممكن تكون ادت فرصه لحد ما استايلهاش او اديتي فرصه لحد وبعد كده ندمتي انا ليه عملت كده طب ايه قصه الحب بتاعت ال 14 سنه دي انت كنت تحبي حد 14 سنه لا خالص انا كلي اصلا كام سنه يعني اقول ولا لا بلاش صغنونة يا جماعه يعني انا قلت اديته 14 سنه دي مين دي 14 سنه يعني هم كام 14 طب قولي لي يا ساره انت عندك مشاكل طبعا مع
مع رجاله في المجتمع، الرجاله مسؤولين عنك في المجتمع، يعني مع كريم اخوكي ومع باباكي طبعا اكبر منك زي ما عرفنا من شويه، وطبعا الفنان احمد سلامه. وقلنا ان الفنان احمد سلامه ما ضربش وانت صغيره وبتاع والدلع تمام. ومع الافلام وكمان بيبقى برده في شويه كومنتات كده متاخدي بالك. والكومنتات بيبقى فيها تقويم، خلي بالك ما تاخد بالك من بنتك يا حاج، يعني فاهمه اللي هو مش هو مش بيهينك انت على حاجه انت عملتيها قد ما هو بيقوم ابوكي عليك. ايوه انه طب وانت سكت لها ليه، فالتاني يرجع بقى طب وانا سكت لها ليه. انت فجاه يا بابا او ما قال كده، قلت سمعتي كم مره الكلام ده؟ كتير. هو بابا يعني هو طبعا عشان هو في الميديا فعارف ايه اللي ممكن يتقال، لان هو اوريدي ممكن يتقال عليه هو كمان يعني. بس فرق ان انا بنت بقى بتروحي كمان وبتتلمطي معايا ما هيتقال عليك انت كمان. ايوه ما جاش مره قال لك بقول لك يا ساره ما بلاش وجع القلب ده بقى وعودي؟ قال لك كده اول ما ابتديتي؟ كتير قال لي لا طب ليه اشمعنى تمثيل يعني ما بلاش. قال لك بلاش كملي. انا كنت ممكن اكمل باليه، فرقه باليه في الاوبرا بس سبت ده ورحت ورشه خيال جلال عشان انا بحب التمثيل، عايزه امرن نفسي. تمثيل اكتر ولا الشهره يعني؟ ولا الباليه مش مشهور قوي بالنسبه لنا يعني، اللي مش بيبقى الشهره هي شكلها. الباليه جاب فنانات كتير. مش مفيش مشكله، بس يعني انت حبيتي الشهره اكتر، هي دي اللي كان سبب شويه. انا بحب مش عارفه، انا بحب التمثيل يعني مش موضوع شهره وبس، انا ممكن ابقى مشهوره في كذا حاجه. يعني ممكن ابقى مشهوره في اذاعه، ممكن ابقى مشهوره في في رقاصه مثلا، ممكن ابقى مشهوره في حاجات تانية كتير. لكن انا مش ما يعني ان انا بحب التمثيل، انا عشان بحب ان انا اجسد كذا شخصيه. حلو. طب ساره كانت ممكن تطلع رقاصه او رقصه شرقيه في يوم من الايام؟ لا ليه يعني بقى؟ انت شايفه ان الباليه حاجه والرقص الشرقي حاجه ثانيه؟ ما شاء الله ما شاء الله. حاجه ثانيه خالص، ملهاش علاقه خالص بالفن الشرقي. طب لو جالك دور راقصه، لو كان اتعرض عليكي مثلا راقصه والسياسي حاجه الجو ده؟ طبعا اعمله. حتى لو هتطلعي لو دور لو دور طبعا، لكن ما تبقاش مهنه، ما اشتغلش ده لا. يعني انا مش بحب ده، مع اني انا بعرف انا طالما رقص هادف خلاص، طالما حاجه هاديه خلاص. احكي لي بقى عن السيشن اللي عملتيه يا سارة. السيشن اللي عمل قلبان يا بنتي، عامله مشاكل ليه يا بنتي؟ ما تقعدي في حالك بقى. فجأة لقينا سارة سلامة حامل، ايه بقى؟ الناس ما بتسيبش حد في حالها والله. دي حقيقة. يعني عملتي لو دخلتي المطبخ يقولوا لك دخلتي المطبخ ليه؟ يقولي ايه؟ يعني ازاي تشيلي البطاطس وهي لسه ما احمرتش؟ انت مالك؟ في ايه يا جماعه؟ في مشكله. يا عندي انا مشكله في البطاطس. سالي البطاطس عندها مشاكل. كله اي حاجه انا بعملها. طب عملتي ايه؟ تعملتي ازاي؟ يعني كل قاعد يقول لا دي لسه مادموزيل. مش حلو انه مادموزيل وتعمل ان هي عندها تامي كمامي يعني انه بطن حامله ومش عارف ايه، مش حلوه. انا مثلا في مولانا العاشق كنت طالعه، يعني ده دور كنت طالعه فيه نص المسلسل حامل. يعني اكيد، يعني اكيد مش اي حاجه يعني. ده كان تفكيرك انه عشان عيد الام بنحتفل بعيد الام احتفل بيه بكرشي؟ بالظبط هي فكره. دي المسج بتاعت السيشن. مين صاحب الفكره؟ مين صاحب الفكره العبقريه دي؟ هواري وشوش. هواري بنمسي عليك يا هواري والله. ده اهلا باللي مدمر اجيال. افكار والماز. الماز هو اللي كلمك وقالك تعالي نعمل السيشن ده مش عارف ايه. انا ما كنتش متوقعه بصراحه ان الناس هتفهمها بالطريقه دي. يعني اكيد انا ما لحقتش اخلف، ما لحقتش اتجوز اصلا عشان اخلف. يعني انا مش هتجوز يعني، ما هو لو هتخطب هقول الناس يعني اكيد مش هتبقى حاجه غلط بالطريقه دي. بس فريدي اتخطبتي لحد معروف قوي ساره ومش عايز ان هو يقول، يعني ميريام فارس اتجوزت ما نعرفش مين جوزها، سمية الخشابة اتجوزت قبل كده ورافضه انها تقول مين جوزها. انت ممكن تعملي كده؟ انا ممكن اعمل كده. تتجوزي في السر تماما وتحملي وتخلفي الناس تبقى عارفه انت متجوزه، بس مش بعيد هو عن الاضواء مثلا. لو شخصيه مهمه يعني انا متجوزه بس مش هقول. مش هقول مين قصدي؟ ممكن اعمل كده. لو فيها مشكله طبعا ممكن اعمل كده. مش حاسه ان هي فيها ممكن يبقى فيها ظلم ليكي؟ انه من حقك برضو تنزلي وتتصوري وتخرجي معاه والناس تعرف هو مين؟ هي هتبقى خانقه شويه بصراحه، بس هتفاهم ليه يعني. ليه ان انا ما اقولش؟ يعني لو في اذى ان انا اقول يبقى لا خلاص. لو اتقال لك زوجه تانية؟ لو اتقال لي زوجه تانية؟ تبقى ساره تبقى زوجه تانية لحد؟ لا مش هقبل. ولو اتاخد رايك ان يبقى في زوجه تانية غيرك؟ لا دي هنموت. طلقني. ايه الاسئله الصعبه دي بقى؟ انا عايزه تعالى اديها فاصل، اديها ودني يا فادي. كملوا معانا لسه ساره سلامه موجوده معانا تقريبا كده، يعني وقعت في الكمين او في حاجه يعني، في حاجه يعني بدات تتوتر. عشان تاخد نفسها خلاص. تقدروا كمان تشوفوا الحلقه دلوقتي بالصوت وبالصوره على 90.90.fm من اي مكان في العالم، وتشاركونا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90.90.
وافصل واسمع مع كوكا كولا مع فادي ابراهيم وساري عبد السلام ومنورنا في الاستوديو نجمه الشابه الجميله ساره سلام اللي عامله مشاكل. شكرا يا سرسور. بريئه بريئه بريئه. في حد بيقول لك سبتيه عشان خرج على رقم الاس ام اس. خرج فين؟ عشان خرج فين يا بيه؟ احنا ما قلناش خرج، احنا قلنا خانها، خانها كاتيانا. انت فهمت غلط. بصي بقى، عايزاكي تحكي لي اكتر عن علاقاتك في الوسط، انه الصحاب في الوسط ومش عارف ايه، وسط مهلك زي ما بيقولوا ومتعب ومش هتلاقي حد بيتمنى لك الخير قوي كده يعني عامه هو مش الميديا بس، هو كل الناس كده يعني، حتى لو شغاله دكتوره هتلاقي الوحش وهتلاقي الحلو. لكن انا في سني ده بصراحه قابلت ناس مش يعني، في ناس كويسه جدا جدا بيسالوا عليا لحد دلوقتي، وفي ناس من جواهم بقى سواد شويه. ها. بس انا ما بحطش في دماغي ده، لانه ده شيء طبيعي. بتخشي في مكان ما بتتكلميش كتير عموما، بتبقي على ساكته. انا دايما فعلا ماليش يعني، انا انطوائيه شويه من صغري يعني، دي حاجه فيا من من وانا في المدرسه اصلا يعني. ولا تقعدي تراقبي كده، تراقبي لحد ما ولا يعني اي حاجه. الناس يعني كانوا بيقلقوا، اصحابي بيقلقوا ان انا ازاي هاديه قوي كده. يعني اكيد في حاجه مش طبيعيه. انت زعلانه يا ساره، ما اعرفش ليه يعني، مش هاديه على قد ما انت زعلانه او شايله هم. معرفش شويه. شايله همك ايه اللي هو انا شايله هم وقاعده. شايله هم ايه؟ مش عارفه من إيه؟ والله يعني انا من صغري متحمله مسؤوليه نفسي يعني في كل حاجه عامه. يعني قراراتك انت اللي كنت بتاخديها؟ لا، بابا طبعا، بابا ليه تاثير جامد جدا عليا. يعني لازم لو في حاجات في الميديا، لو سيشن او عادي مفيش مشكله. لكن في الشغل لازم يبقى ليه يعني يبقى ليه خلفيه طبعا. ولما بيحصل مشكله يعني بقول له طب اعمل ايه؟ يعني يقول لي اعمل ما إيه؟ بداش بقى ينفسن ويهزر وبتاع، ده انت مش عارف ايه ولع يا ساره. هو قال لك كده يا بنت، ده انت جبتي اللي ابوكي ما عرفش يعمله ما عملش كده. طب بيحصل العكس، هو بياخد رايك في الحاجات اللي بتجيله حتى من قبل ما انت تدخلي الفن او كده يعني، وانت صغيره شويه كان ياخد رايك مثلا ده حلو ده وحش اعمل ده ولا لا؟ اصلا انا كمان من صغري انا الوحيده يعني، انا الوحيده من بناته يعني، بروح لازم اروح معاه التصوير. بتحضري معاه اصلا؟ بحضر معاه التصوير. فببقى لازقه فيه بقى، وعجبني جدا بقى جو اللوكيشن ده. حضرتي معاه ايه طيب يعني كل حاجه؟ حضرت حضرت حاجات كتير معاه. فكرينا يعني، في مسرحيه اسمها كينج لير يحيى فخراني، دي مثلا انا كنت كل يوم ببقى معاه فيها. انت شارب الصنعة كده زي ما بيتقال. جبتي اصعب حاجه. بس عايز اسالك على حاجه، نفسك تبقي زي مين؟ زي مين ممثلين يعني؟ يعني باباكي ما كانش حظه حلو قوي صراحه، الواحد يقول اللي ليه واللي عليه. ما خدش. بس كان عايز يبقى نجم، ما حدش يقدر يختلف على ده. بس شكله ويعمل ادوار حلوه هو محافظ كمان قوي على جدا ما شاء الله. وعلى شكله لحد النهارده ما شاء الله. يعني ما تسمعيش عنه حاجه وحشه. ايوه، مش من الناس اللي راحت لحاجات. الرجاله انت نفسك تبقي زي مين بقى؟ نفسك تبقي حظك زي مين؟ او تبقي انا عايز ابقى زي مين؟ في الحظ ولا في الشغل قصدي؟ الاثنين. لا الشغل بصراحه يعني انا مثلي الاعلى في كل حاجه سعاد حسني. دي الحاجه الوحيده اللي انا يعني دي. مش هند رستم؟ هند رستم طبعا. هند رستم سكه ثانيه. واخده بقى انت اغراء بس. طب في حد من بره ممثلين مثلا من بره؟ ممثلين من بره مثلا تحبي تبقي شبههم، تعملي ادوار زي ما بيعملوا حاجات زي كده؟ انا دايما بيتقال لي ان انا شبه جينيفر انستن الزميله. بس عشان هي بتزعل. لا ما بنقولش اساميهم. بيتضايقوا يعني. قولي ازاي. طب وحظك بقى يبقى زي حظ مين؟ حظي؟ لا مش عارف. يعني انا دايما والله بصي انا دايما عندي رضا باي حاجه يعني، حتى لو في شغل وراح ما بتضايقش، ما بندمش، خلاص بتعديش. لا وفي الاخر بتفرج اقول كويس انا ما عملتهاش الحمد لله. نشأت بيسلم عليكي وبيقول لك ساره دي انتمتي سلمي لي عليها قوي اول ما جت اصلا سالت عليكي. نشأت كان متضايق ان امبارح التليفونات ما كناش حاطينها على الشاحن، فاحنا بنقول له يا نشأت مش هتفتحها. هسألك بعد الفاصل ليه لما بتيجي سيره ساره سلامه بيقول لك ساره سلامه اللي بتلبس هوت شورت. اوكي انا كده فاضي. انا سيبك تفكري. شفتي الكريمه. سيبك تفكري. هنعرف حكايه الفيلم الصعب اللي كنت هتعمليه مع الفنان محمد فؤاد ولسه ما اتعملش لحد دلوقتي. هنرجع نكمل معاكم في افصل واسمع مع كوكا كولا. خليكم كاملين معانا على الهاشتاج، كمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. افصل واسمع مع كوكا كولا مع فادي ابراهيم وسالي عبد السلام على الراديو 90 90. ولسه منورنا في الاستوديو النجمه الشابه الجميله ساره سلامه الهاديه. الهاديه جدا اللي صوتها ما بيطلعش. وكمان معانا دلوقتي تليفون. يعني ساره بقى هتاخد راحتها بزياده وهيطلع الشخصيه الحقيقيه بتاعتها اكتر، علشان هيبقى معانا الفنان الكبير احمد سلامه والد استاذه ساره سلامه. يا استاذ احمد مساء الفل. مساء
مساء الجمال يا فادي، ازيك يا حبيبي؟ احنا بخير الحمد لله. ازيك حضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ ازيك يا فادي، ازيك يا حبيبتي، عاملين ايه؟ الحمد لله. حضرتك كنت في تصوير، معطلينك عن حاجه؟ انا في تصوير بس في بريك. حلو، حظنا حلو، حظنا حلو. لا حاجه تاكل الحمد لله. قولي بقى، بتتعامل مع ساره ازاي؟ بتعمل فيها ايه في البيت؟ مين اللي كان لسه بيقول الفنانه الهاديه؟ هي انا استر عليا. بتمثل صح؟ بتمثل علينا الهاديه دي، ترجعوا لي انا في الحقيقه. ايوه احنا قلنا نطمن، فانت قول لنا الحقيقه. صوتها بيعلى؟ ما صوتها ما بيعلاش خالص، هي لمضه بس في شويه لمضه وشقاوه. برافو عليك. انا جبتها من الاول، لمضه وشقاوه، لكن ما فيش صوت عالي. لا ما هي هاديه، هاديه بس ساعات برضو بتتجنن زي كل الشباب بتوع اليومين دول. بيتجننوا وبيتعصبوا كده زي كل البشر يعني. وانتوا مش فاهميننا وجيلكوا قديم والكلام ده كله. لا والله انا ما بسمعش من صراحة حكايه جيلكوا قديم ومش فاهميننا دي خالص على فكره. ليه؟ لان انا الى حد ما ابديت يعني مع الحياه، يعني مانيش الاب اللي هو بيروح ببطيخه وكده. لا والله هنفرح لو في بطيخه، يبقى بطيخه. لو جيت لنا بتورتايه مش هنقول لا برضه. عايزين بطيخه جنبكم اهو. بس ايه اللي ما بيعجبكش؟ يعني ايه اللي دايما بتتخانقوا عليه؟ لا انت كنت بتساليني انا بتعامل مع ساره ازاي؟ السؤال هل بتعامل مع ساره بنتي ولا ساره الممثله؟ الاثنين بقى، الفنانه يعني. الاثنين. انت في حيره. برافو عليكي والله. هو الاثنين ما بينفصلوش الحقيقه خالص. ساره انا كنت باخدها معايا التصوير من وهي صغنطوطه خالص. فيمكن دي ميزه فيها، لانها طالعه واخده على الكاميرات وعلى البلاتوهات وعلى جو التصوير وكده، ما هوش غريب يعني بالنسبه لها. انما انا ما بتعاملش غير مع ساره بنتي. طب ساره في العادي بتتدلع عليك يا استاذ احمد ولا لما بتبقى عايزه حاجه بس؟ دلع كده البنت وباباها. الدلع بيزيد لما بتبقى عايزه حاجه. بتقول لك ايه الطريقه عامله ازاي بقى؟ الطريقه بتاعتها عامله ازاي؟ الطريقه بتاعتها، لا الطريقه بتاعتها هي ايه؟ بتقعد تتنحنح شويه وتلف وتدور عليها وتتسحب وتتسحب وكده، وتبقى عايزاه في تليفونيه حلوه جدا، بتلفها في ورق التليفون حلوه قوي، تروح قايله لي المعلومه اللي هي عايزاها. طب تعالي بقى عشان تضربي. بس اقول لك حاجه، انا ببقى قافشها برضو يعني، ببقى عمال اقول ها التقيله هتيجي امتى بقى. طب ما فيش مره هي جننتك خلتك تخرج عن شعورك انه بس بقى يا بنت بقى كفايه بقى؟ لا كتير في حياتنا كتير جننت وخرجت عن شعوري، بس عموما انا بموت فيها يعني بموت فيها. وانا الحقيقه ربنا يخليها لك، ربنا يخليك. ما كنتش عارف انها تالنتد قوي كده، ما كنتش عارف ما شاء الله. ما كنتش عارف كمان ان ما كانتش بالنسبه لي ساره بنتي اللي بتقف قدام الكاميرا يعني. فما كنتش قايسها يعني، ربنا صرف لها بسم الله ما شاء الله قبول عالي جدا. ما شاء الله يا حبيبتي. فانا فرحان بيها قوي وفرحان بموهبتها قوي، ودايما طول الوقت اقول لها ما تبصيش لاي حاجه، اي طوب بيتحدف عليك يعني بلاش تبصي له خالص. لان في طوب كتير قوي بيتحدف عليها. طب الطوب ده لما بيزيد يعني لما بيزيد بتعمل ايه؟ بتقول لها، او جيت في مره قلت لها ما بلاش بقى ولا تمثيل ولا مش تمثيل، احنا جربنا وكفايه. لا 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 ما جيتش مره قلت لها كده؟ لا 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 خالص ولا عمري هغصب عليها تبطل خالص تمثيل. طب لو جه جوزها في يوم من الايام، لو جه جوزها في يوم من الايام قال لك انا هقعد ساره في البيت بس اجي بس اتجوز، هتعمل ايه؟ لا جوزها مش هيجي دلوقتي. مش عايزين. اللي هو خطاب النجاري، فعايز من جهه امنيه. ايوه بالظبط كده. يا نهار يا عادل امام، ليه كده؟ يعني جوزها لو جه هخرجه من الباب الثاني يعني. اطلع بقى الباب الثاني على طول. طب عايز اسالك بقى، بتتعامل مع المجتمع ازاي؟ طبعا لا ارد عليكي طبعا في المنطقه دي يعني. طبعا هي حره، هي وجوزها يعني. انا خلاص وانس بقى في زوج للساره. انا بره الحسابات خالص، بدي نصيحه من بعيد، انما ما بقررش ايه اللي يحصل يعني انت سايب حريه اختيار ليهم هما الاثنين. بتتعامل ازاي بقى مع انتقادات المجتمع؟ بتهتم بالكلام ده ولا لا اصلا؟ لا خالص، لا خالص. وكتير بيقولوا لي اعمل مدخلات وقول ردود واعمل حاجات، بس انا شايف ان وكتير بيقوموك عليها يعني، انه مش بيقول نقد بس، لا ده بيقوم باباها عليها يعمل مشاكل. كتب كتير ان انا ضربتها وان انا من شعرها وان انا عمري ما مديت ايدي على واحد بنت. جدع. في حياتي. جدع. في حياتي. وما بحبش خالص اسلوب مد الايد ولا الضرب ولا الكلام ده اسلوب غير ادمي خالص يعني.
هو اقنعتها خلاص، ما اقنعتهاش هتوصلوا لحل. طبعا طبعا ربنا خلق لنا دماغ علشان نتكلم بيها، انما الحلول العضليه دي انا ضدها تماما خالص يعني. طيب اخيرا كده، لو الفنان احمد سلامه هيقول نصيحه لو الفنان احمد سلامه هيقول نصيحه دلوقتي على الهوا لساره، يقولها لها نصيحه فنيه ونصيحه اب حاجات من اللي قلناها كتير دي وما اتسمعتش. واحده حاجه اللي هو اسمعي الكلام بقى وهو قدام مصر كلها شاهده عليكي، حاجات من اللي انا بقولها كل يوم. لا هو النصيحة اللي دايما اقولها لها وببقى بقولها لها بجد من قلبي، مش زي ما الناس بتقولها لبعضها، اللي هو خلي بالك من نفسك بجد. سارة بنوتة زي القمر، متخاف عليها بزيادة عشان كده. بخاف عليها جدا، فدايما اقولها خلي بالك من الناس دايما دايما كتير يعني، واحنا مع بعض دايما بقول لها خلي بالك من الناس. طب انا رايحه كده، طب خلي بالك. انا بابا بقول لها دايما الجمله دي خلي بالك من الناس، تخليش حد يضايقك، تخليش حد عكسك، ما حدش يقول الكلمه ما تعجبكيش وتسكتي قومي وسيبيهم. انا بقول لها اي حد يقول لي كلمه ما تعجبكيش استخدمي عضلاتك واتصلي بيا على طول. والله برافو، والله برافو. قبل ما نقفل بقى سؤال كمان، لو في مشهد وانت باباها وهي برده طالعه بنوتك في المسلسل او في الفيلم وهتضربها، هتعمل ايه؟ لا هضربها، هضربها اكل عيش، هتتضرب. لا يعني هروحها متدغدغ في التمثيل، هضربها يعني. انا عايز اقول لك حاجه، انا كنت بعمل والله المسلسل بتاع حدائق الشيطان، ضربت فيه الفنانه الجميله سميه الخشيب ثلاث عولة. يا حبيبي اسماعيل الله يرحمه، اتفقنا انا وسميه نضرب بعض كده اوانطه يعني، هو كده وهي تاخد الرياكشن وكده. قال هقعد للصبح لازم ضرب بجد. وانا فعلا معايا في الحكايه دي، لان رد الفعل لما بيبقى فيه ضرب بجد رد الفعل بيبقى بجد كمان. طبعا. فانا هعمل ده لمصلحتها في الاخر، مش عشان الدور عايز يعني كده. ايوه عشان اضربك يا حبيبتي. ايوه. طب عايز اعرف بقى نفسك يعني تشوفها زي مين في يوم من الايام؟ نفسي اشوفها احسن من كل الناس. لا هي ركزت، هي عايزه تسمع يعني، انت مش فاهم هي ركزت ازاي. عايزه تسمع، نفسك تشوفني زي مين يا بابا؟ مفيش زي، ممكن ابقى حابب ساره تبقى مكانه يعني خالص. لان كلنا مش شبه بعض، كل واحد ليه بصمته، كل واحد ليه شخصيته. نفسك هي تبقى ايكون لوحدها يعني، هي عامله تريد وتبقى نفسي اشوفها طبعا اعلى من كل الناس كلها طبعا في الدنيا يعني. طبعا النوت يعني اللي انا بفرح بيه. ربنا يخليها لك يا رب ويخليك لبعض. كل الشكر للفنان الكبير احمد سلامة، نورتنا على راديو تيم سعيد. نورتنا يا فندم، هنستناك في حلقه بقى. وانتوا لذاذ جدا وانا بحبكم قوي، ربنا يخليك. ميرسي. العربيه عندي جايه 90 طول الوقت. ايوه بقى. ونستناك تشرفنا في حلقه كامله كده نتكلم على كل يعني اعمال حضرتك ان شاء الله. لا احنا بنتكلم في سنين كتير قوي. يلا بينا. طب ما حلقات حلقات. نورتنا يا فندم، ميرسي جدا الفنان احمد سلامه، شكرا، باي باي. اتدلعنا نرجع بقى. ايه فادي يتاكد ان هو قفل. ايه بس خط عشان عايز ارجع للسؤال بتاع الفاصل. مش عايزه اقومه عليه. يلا تمام. بصي بقى يا سرسوق، لما كنا بنتكلم دايما حينما تذكر سارة سلامة يذكر الهوت شورت، ليه؟ لبستيه كم مرة في الأدوار؟ دي يعني هو مرة واحدة على فكرة، مع ابن حلال بتاع ابن حلال بس. ابن حلال ومش في الكبير قوي، ما كنتش لابسه لما كان هدرس بيحبك؟ كان هو مشهد يمكن ما كانش كده، ما كانش حاجة باللفتة دي يعني. بس هي الناس ركزت في الهوت شورت، ما ركزتش في انه انا في ليه عاملة الدور ده يعني، ليه علي النعمة بتقول كلام زي الفل ومركز. انا بركز في ذكائها. عملت ايه ساعتها لما لقيت انه لما يتقال سارة سلامة يتقال هوت شورت؟ تعمل في هجوم مش طبيعي يعني. مش طبيعي ان انا ازاي اعمل كده اصلا يعني. انا مش ممثلة اغراء خالص، هو الدور طالب كده، الدور عايز كده، لان هي دور البنت دي مفروض ان هي الشخصيه مطلوبه. هو لو المخرج شايف ان في حاجه غلط اكيد مش هيعملها. طب لو اتعرض عليكي ادوار اغراء مش تعمليها؟ لا هعملها عادي طبعا، بس على حسب الدور ايه برضو يعني. لو في حاجه اسمها سينما نظيفه، في المصطلح ده. طب انت معاها ولا مش معاها؟ لا معاها يعني. لو دور مثلا لو دور فيه مشهد اوفر، في بوسه، في وات ايفر، هتقولي لا في فخ انت هتقعي فيه؟ لا. شفتي بقى يا اصحاب، في فخ هنقعي فيه، خلي بالك. هتقولي لا ولا هتقولي لا الناس عايزه تعرف والله يعني، بيبقوا عايزين يعرفوا تفكير الفنان اللي هم بيحبوه ده ايه. هقول لا، انا يعني انا طلبت في فيلم وكان بيتعرض دلوقتي اصلا، المفروض المفروض البنت دي طالعه مايو بكيني في مشهد من المشاهد،
فما رفضت. طب اشمعنى اشمعنى الهوت شورت؟ مع ناس حلوه جدا. طب اشمعنى الهوت شورت وبكيني؟ لا لا ده بكيني يعني ده بكيني احنا كده عدينا. ايوه يعني هوت شورت عمل كده ما بكيني كان برضو على الازمه بتاعه السيشن الاخير بتاع الصوره اللي انت قلتي يعني يعني احتفل بعيد الام بشكل مختلف ان انا وكاني ام ماشي. كان في حد كده يعني من المواقع التواصل الاجتماعي فكاتب تعليق في ثلاث كلمات انت عايزه ايه بس بس تعالي ناخد السؤال ده من الصوره لكل حاجه. ساره عايزه ايه؟ لا انا يعني انا مش من الصوره دي بس انا عايزه حاجه بالعكس. انا نفسي ابقى واحده ناجحه في شغلي لان انا بحب قوي التمثيل قوي قوي. دي حاجه في دمي يعني دي حاجه مش هقدر اسيبها يعني غير لما انا يعني ابقى عايزه ده. فانا نفسي ان شاء الله يعني اعمل حاجات كتيره مختلفه ادوار كتير مختلفه والناس تحبني اكتر وان انا ابقى يعني كل اللي بيقول كده. ان انت مجنونه وطاقه وافكارك غريبه تقولي له ايه؟ والله يعني انا عاجبني نفسي يعني لو انا مجنونه انتوا شايفين كده فخلاص يعني اصلا هعمل ايه يعني انا شخصيتي مش مجنونه بصراحه. شفتوا وصلتوها ايه؟ لسه معانا الممثله العقل معانا الممثله العقل ساره سلامه في الاستوديو كامل معانا ويفصل واسمع مع كوكا كولا. عاجبك كده يعني لسه كاملين معايا نفس الاسم مع كوكا كولا سالي عبد السلام فادي ابراهيم وساره سلامه. ازيك يا ساره؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. رغي 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 في الكواليس بنرغي في كل حاجه. انا اتصدمت منك لما قلت لي مش عامله حاجه في رمضان. ليه بقى؟ ده رمضان اللي فات كان في حاجه مهمه كمان. لا كان في حواري بوخارست ومش عارفه. انا كرهتك يا شيخه في حواري بوخارست. كرهتك كمان ايه مولانا العاشق رمضان اللي فات؟ مولانا العاشق اللي فات. ايه بقى؟ انا ما لقيتش حاجه بصراحه قويه قوي ان انا اعملها. ما حبيتش ان انا استعجل كمان لان انا اللي جاي اصعب من اللي فات. اللي جاي لازم احدد بالظبط انا هعمل ايه. مش عايزه اعمل حاجه هبله وكمان عايزه اركز في سايمه شويه. ساره بتلاقي عملت حاجات هبله يعني؟ يعني مش عايزه اعمل مجرد ان انا اعمل حاجه في رمضان وخلاص. طب لو فلوسها مغريه بامانه ربنا بقى يعني حاجه ممكن تبقى نص نص بس فلوس حلوه قوي مش نغير العربيه بقى. لا لو الفلوس حلوه قوي اوكي بس لو بس برضو لو الدور مش حلو هيبقى عادي. لا مش هارده. لا مش فاهمه يعني ايه فلوس حلوه اوكي بس لو الدور العادي مش يعني هارده. لو الدور مش عاجبني يعني او الدور مش عامل يعني مش هيبقى زي حواري بس هتضرها يعني فلوسه حلوه بس هتضرها. النقله الماديه ساعات تبقى اهم من النقله الفنيه ولا رايك ايه؟ يعني اتنقلي مادي مش ده بيوقعك لسه لاحقك من فخ الناحيه الثانيه بس انا لحقت الجواب من فخ الثاني. طب يا ساره عايزه اعرف ممكن تتجوزي واحد من الوسط الفني؟ لا. طب ايه مواصفاته؟ يعني عايزاه يبقى عامل ازاي؟ عايزاه يكون بيحبني. بس التاني يركز ازاي؟ ممكن يبقى مذيع؟ اهو بصي عملك ازاي قلوب كتير ممكن يبقى مذيع. انا مش عارفه اسيطر مش عارفه بصراحه حضرتك متشابطه. هي مش عايزه حد في الوسط خالص. هي مش تتجوز خلاص. لا طب يعني يعني دي نعرف مواصفاته يكون مش لازم. والله انا مش يعني مش لازم يكون حد قمر يعني. ما بيقول لي بيقول لك ما خد ما تشيلش اثنين حلوين. لا مش لازم مش شرط كده بس هو يحب في ناس تانية. مش شرط يا اخي ما تنامش على مخدتي عشان ما تضايقش خلاص. لا يعني طب شخصيته ايه؟ عايزاه يكون ايه يعني؟ ستريكت عصبي شرقي؟ لا يكون تقيل. انا بحب الراجل التقيل. يتقل على ساره؟ انا عامه انا يعني بيلفت نظري جدا الرجاله التقال جدا. اللي انت اللي جايين في اي حاجه. انا جاي في اي مصلحه. تقيل جدا. طب بالكلام على الجواز دلوقتي يعني انت بتجيبي لنفسك يعني صديقي دلوقتي محمد محسن انا يعني عايز اتجوزك بيطلب ايديك على الهوا مع الاعتبار ان هو خاطب مش عارف ازاي بس هو عايز. والله العظيم يا نهار اسود خاطب بس يعني بيطلب ايديك على الهوا نعمل ايه؟ لا لا ده يتقال خاطبت على طول. انا لو مكانك ومصحف مكانه خاطب حالا بعد الهوا دي رقم خاطبت دلوقتي دي عندك على طول. يعني انت مش عايزين هو يبقى خفيف انه بينبهر بسار بس عايزاه بيحب سار. عايزاه طبعا يكون حبيبني جدا ويكون خايف على شغلي جدا ويكون راجل معايا ما تصدقش. عايزاه بيغير ولا لا؟ شويه. يعني ايه راجل بالنسبه لك؟ اديني مواصفات راجل دي عشان احنا بقينا نشوفها في البطاقه. يكون راجل لانه في رجاله كتير يعني في ولاد كتير لكن كلمه راجل دي صعبه قوي يعني لازم يكون قدها وقدود. ان هو واخد ساره دي
مش سارة دي واحدة عادية يعني مفروض يبقى ظهر وسند و... الغيرة طبعًا. مثلا لو هتيجي على دماغك شوية ما الغيرة ممكن يقولك لا اللبس لا والمكان ده لا والمسلسل ده لا هتعملي ايه؟ لا انا لو لا ما هو لو في تفاهم مش هيبقى فيه كده يعني اهم حاجة اهم من الحب كمان التفاهم بس الغيرة بيتبالي وراها تحكم انا بالنسبه لي لو ما غيرش يعني لو ما بقاش فيه غيره مش هحس ان هو بيحبني يعني راجل ازاي يعني ايه ده طب عايز اسالك على حاجه الانتقادات اللي بتتوجه لك كتير من بنات انه لبسها اوفر انه مش عارف ايه والاغلبيه بتبقى بنات ودي حقيقه او مصطنعه او دي فيك او دي عامله عمليات تجميل انتوا كده بتحبوا تنفسوا على بعض لا كلكم. البنات صعبين لا البنات على بعضيكم كلكم خلي بالك معلش بقى لا لا احنا عمرنا ما تلاقي راجل متضايق من راجل في مرضى كتير وما كانتش هتبقى النار فعلا يعني فعلا ده ثلاث ارباعها هتبقى نساء من اللي احنا بنعمله بجد اوفر انا بضم نفسي كمان اللي احنا بنعمل انه بتلاقي نفسك غصب عنك واحده بتيجي تتنك عليكي او بتقولك حاجه وهي العيب مالي يعني مش حلوه على الحقيقه بتحبوها ليه انا لو مش حلوه على الحقيقه بتحبوها ليه ماله عاديه يعني تردي تقولي ايه يعني بتتعاملي ازاي مع الحاجات دي بالذات من البنات ولا والله ولا بعمل اي حاجه لان انا معذراهم يعني انا برضو مش يعني انت شايفه ان انا اوفر وشايفه ان الستايل مش عاجبني وبلبس اوفر عشان اجذب الرجاله والحاجات دي يبقى ما يعني ما تابعنيش ما تشوفنيش وتقولي نقد بناء ان انت تتابعيني يعني تقولي نقد بناء ما توبخينيش او ما تهنينيش وخلاص او تقلليني انا كمان ما بردش على فكره خالص انا ما بردش طب ليه ما بتقولهمش طب ما كفايه ان الرجاله مبسوطه ده رد بزمتك ده رد يعني الرد ده تاخد في حته ثانيه كل بيقول لك ايه اصلا اغلبيه اللي بيتفرجوا عليها رجاله يعني على فكره يعني تقولي لا إيه والله يعني. انا بقابل بنات والله البنات بس الاغلبيه رجاله ساره مش هننكر ساره ما تحوريش عليا احنا في حاجه بس قلناها كذا مره بس عايزين بقى يعني نتكلم فيها سريعا بالتفصيل على سريعا بالتفصيل اثنين في نفس الوقت الفيلم مع محمد فؤاد كنت مضيتي خلاص وكنت هتنفذه بس بتقولي فيلم صعب قوي ليه هو الفيلم تقيل قوي الفيلم مش زي الحاجات اللي هو عملها حاجه شجن يعني زي حب والحاجات دي لا هو فيلم تقيل قوي يعني فيلم المفروض بيناقش قضيه حزينه حاجات شوارع طفله يعني انا طفله من اطفال الشوارع يعني مش عايزه احرقه للاسف بس يعني هو يعني تقيل انتاجيا صعب انتاجيا ولا صعب تنفيذ ولا صعب كان انت توضب نفسك يعني المفروض كنت هحلق حلاقه في شعر غريبه الله. ستايل غريب انت عايزه تجننيها شويه تعملها شعرك موف شويه تعمل يا بنتي اهدي بقى لا والله شويه تطلع شعرها بره التلفزيون تخلص علينا شويه بقص شويه من غير شعري اتحرق خلاص طب عايز اسالك انا حاجه لا الفيلم ده هيكون تقيل تقيل انتاجيا وتقيل كل حاجه كل حاجه في حد تاني خده منك ولا هو بتاعك لو حد خده منك احرق الفيلم لا هو مش محمد فؤاد يزعل مننا عادي عادي مش فارقه فاصل لسه مكملين معاكم نفس الاسم مع كوكا كولا وتحيه كبيره جدا للنجم محمد فؤاد محدش يقدر يزعله ابدا صح فوقش ابن بلد الاصيل طبعا لسه منورانا ساره سلامه في الاستوديو وافصل واسمع مع كوكا كولا يا ساره بتاخدي راي مين قبل ما تعملي حاجه اول واحده باخد رايها اختي منى انتوا صحاب قوي ها قوي قوي يعني انا منى ما اقدرش اعمل من غيرها اي حاجه يعني دي قريبه مني جدا جدا انا طبعا كل العيله قريبين مني خدتي رايها في سيشن التصوير خدت رايها اي حد قال لك احنا بنعرفه على فكره لازم نقول لك اي حد قال لك احنا بنعرفه جدا هو انت ما عملتيش حاجه بس انت في مجتمع شرقي فاهمه غريب يعني بره كانت تبقى لطيفه قوي ده بصوا هاو كرييتيف كرييتيف قوي فظيعه هنا البنت اتجننت فاهمه انه انت يا ماما مدمزل وعايزه تبقي حامل فاهمه عايزه تعمل حاجه غريبه هي مجرد فكره بس مش اكتر والله يعني انا مش ما كنتش متخيله ان هي هتعمل الضجه دي كلها يعني في ايه يا جماعه في ناس تقول لك هي قصده بقى واقفين على الواحده يعني بس في ناس يا ساره تقول لك هي قصده بقى تعمل كده كل مره تطلع هوت شورت مره مش هي قصده بقى انها تعمل الدوشه دي انا قصدي اعمل حاجات مختلفه على فكره وما ما اتعملتش قبل كده واللي مش عاجبه ده خلاص ما يتفرجش ما يتابعش ساره بس لكن طب لو جالك دور مع حد ما بتحبيهوش هتعملي ايه فنان ما بطيء انا ما بطيء العمى ولا طاقه دور حلو قوي قوي دور بقى هنا اللي حلو مش مش طايقه شكلك عارفه لو انا مش طايقك بقى شكلك بيعصبني هحاول اجي على نفسي على قد ما اقدر عشان الشغل لو الدور عاجبني قوي هحاول اصل هعمل ايه يعني حصلت لك قبل كده مش قادر اقول خلاص لا مش الدرجه دي مش هبوظ لك شغل يعني بوظ لك حياتك كفايه ان شاء الله الفيلم مع رامز جلال نازل يوم 1/4 و ان شاء الله وانت خايفه
قوي قوي خايفه قوي سبب الخوف ده اول دور بطوله ها اول دور بطوله اه سليمه وانا مش عارفه يعني مش عارفه الناس خايفه يتقالك بدري على البطوله يا ساره قوي انه هتلاقي الناس مستنيين لك غلطه انه هي لحقت عارفه اللي هي لحقت كده بطلت ايه يا مو بطله اكيد اسمع حاجات كتير اتحاربتي من حد جوه الوسط قبل كده بنات ستات واحده اديتك كتف خدت دور اي حاجه يعني اه في كتير في كتير اه بنات سوبرمان ده مش تعمليه خلاص قررتي لا لا خلاص يعني حصل في مشكله كده في الانتاج مش الفلوس يعني الفلوس كانت حلوه بس خدتها مريم حقك خلاص فلوس اه مريم خدتها خدتها خلاص فلوس حلوه بعت نسبتك وعاد نسبتك توصل لك لحد البيت مش مكتوبه لك خلاص ايه الدور اللي ما عملتيهوش نفسك تعمليه الايام اللي جايه عايزه ساره تشوف يعني عايزه الناس تشوف ساره في ايه نفسي اعمل حاجه عندي مثلا عندي حاله نفسيه مش طبيعيه عندي واحده عندها شيزوفرينيا ممكن تطلعي من غير ميك اب دي من غير ميك اب مش عامله شعرك تطلعي انه انا ساكنه طلعت. في احياء شعبيه و اه انا اوريدي طلعت اصلا في معينة عايشه وحوالي بخارست الاثنين مش حاطه فيهم نقطه ميك اب في الاخر خالص بس نفسي اعمل بقى مثلا بنت من الشارع بس كنت في حوالي بخارست في الاول لا انه ميك اب ومش عارفه ايه معمرين في الاول بس في الاخر خالص لا في يعني في الاخر خالص مفيش اي حاجه مين كان صاحبك في حوالي بخارست مين كانت البنات كده اللي من صحابك كلهم كلهم والله لا كلهم ايه رايك مصدقين صح ما انا اوريدي ما صدقتهاش مش بنعدي احنا الحاجات اللي هي تبوهات دي لا مش مصدقين ايه رايك في الموقف اقسم اقسم بالله الموقف اللي حصل للفنانه مريهان حسين لا طبعا انا نفسي بيحصل لي المواقف دي بس مش بالطريقه دي بصراحه يعني الحمد لله هي الشرطه بت 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 بتحترمني يعني وانا بحبهم جدا بس اللي حصل ده طبعا ما ينفعش ان هو يحصل لان ايا كان مفيش حاجه اسمها اسلوب ضرب اصلا ان انت تضرب واحده بنت فدي حاجه في حد ذاتها حتى لو انت مين ما ينفعش حتى لو شتمت ما ينفعش حتى لو شتمت تتعاقب في الاسم بقى لكن ما تتضربش في الشارع ما تتضربش في الشارع يعني دي ده اسلوب اهانه بصراحه وهي مريهان محترمه مريهان مش كده يعني مريهان احنا عارفينها وقعدنا شهور كذا حد كان بيقول كده بنصور مع بعض يعني دي واحده طب كلمتيها وطمنتي عليها؟ لا والله لسه لان انا في المواقف دي ما برمي يعني ما بعرفش اتصرف انت ما بتعرفيش تعزي وما بتعرفيش تروحي بس بروح بس تاني بتنح ماما انا بروح افرح بس هكلمها طبعا هكلمها واروح لها كمان ربنا يظهر الحق نورتينا نورتينا ومبروك مره ثانيه على الفيلم وان شاء الله يكسر الدنيا ان شاء الله وهنتفرج ونقول لك راينا بجد ومستمعينا كمان يقولوا نورتينا يا سرسوره وثانك يو انا بقول لك اهو لو عاوزتي رايي وعايز تساليني في اي حاجه انا موجوده ده وعد على الهواء ربنا يبارك لك ويبعد عنك كل حاجه بتقول بنفسها خلي بالك سليمه بتتاخر يعني بترد هي مش حد تاني وعشان خاطري ما تديش لحد فرصه بليز لانه انت ساعات بتعملي حاجات فيش قصدها بس بليز ما تديش لحد فرصه انا انبسطت قوي وبحبكم جدا والله احنا كمان ثانك يو يا سرسوره باي باي قولي بحبك عشان اقفل المايك امشي نورتونا وان شاء الله بكره من 4 ل 6 حلقه جديده وافصل واسمع معاكم كوكا كولا كنا معاك سالي عبد السلام وفادي ابراهيم باي باي